اهلا بيكم في ريفيو جديد لجزمه من جزم نايك. احنا معانا النهارده دي بيجاسوس 35 النايك شيلد اديشن، جزمه عظيمه. انا الجزمه دي دلوقتي بقالها معايا اكتر من سنه، عملنا سوا اكتر من 1000 كيلو تقريبا بالجزمه دي، منهم الترا ماراثونز، كوميردز، تو اوشنز، يعني جريات 90 كيلو 60 كيلو 50 كيلو ماراثونز، حوالي 12 ماراثون. يعني الجزمه دي عملت معايا 12 ماراثون، منهم تو اوشنز 56 كيلو، كوميردز 90 كيلو، عملت الترا كمان في مصر هنا 50 بلس بقى الماراثونات والتريننجز العاديه، اكتر من 1200 كيلو في سنه. فهي كده عشان كده ممكن تلاقي الجزمه تعبانه شويه. خليني اشرح لكم. اول حاجه دي من البيجاسوس. بيجاسوس ده من احلى موديلات نايك بالنسبه لي. ان بيجاسوس بيبقى موديل خفيف سريع، مش بروفيشنال، لان جزمه بروفيشنال هنا الفيبر فلاي او النكست برسنت دي حاجات معموله للمحترفين، فانا شخص مش محترف، انا هاوي، فبالنسبه لي لا، جزمه المحترفين دي بتبقى صعبه عليا. لكن دي جزمه حد عايز يجري كل يوم، حد عايز يخش سباقات، يخش ماراثون، بيجري فور فن. اول حاجه في دي بيجاسوس 35، خليني اقول لك اهو 35 اهو ووتر ريبيلنت شيلد. الشيلد ده اديشن من البيجاسوس 35، يعني انت هتلاقي بيجاسوس 35 تانيين مختلفين عن دي. ده هنا الشيلد اديشن، معناه ان اول حاجه مفيش رباط، يعني هو بص مقفول كده، انت مقفول ايه، بتشد على رجلك بس خلاص كده، لكن مفيش بقى تربط والرباط يفك منك وتقف وتمشي. دي كان بالنسبه لي اختراع عظيم جدا، قصه ان مفيش رباط. طيب تاني حاجه الريفلكترز، دي كلها ريفلكترز من هنا، الرباط ده نفسه بيرفلكت، والناحيه الثانيه ريفلكشن من هنا، عندك كمان ريفلكتور من ورا هنا. فدي لما بتجري بالليل الجزمه دي بتنور لوحدها، تعكس اي ضوء حواليك، فبتبقى امان جدا عليك وانت بتجري بالليل. في حاجه تانية هنا ان هي ووتر ريبيلنت، يعني كل اللي انت شايفه من فوق ده كده ما بيدخلش ميه لجوه، يعني لو الدنيا بتشتي ما فيش ميه هتخش من هنا. لو انت بتحصل معانا كتير دي وانت في السباق بتاخد كوبايه ميه من حد عايز تشربها، نصها بينزل في بقك ونص الثاني بيتلق عليك، فلو اتدلق عليك مش هيخش من هنا، ستيل ممكن يخش من هنا. يعني انت هنا بتبقى حاطط رجلك كلها بالشراب، فممكن المايه تخش من هنا لكن عمرها ما هتخش من هنا. لو دخلت في بركه ميه شطها مفيش ميه هتخش عليك من هنا. طيب هنا البروتكتور، نبتدي من قدام. البروتكتور اللي قدام مكتوب عليه نايك جست دو ات، خلاص بروتكتور موجود في النص. لو شفتوا الريفيو بتاع الزوم جرافيتي هتلاقي ان البروتكتور نقلوه هنا. دي جزمه موديل 2018 2019، فما كانش لسه التكنولوجي دي ظهرت ان هو البروتكتور يجي عند الصباع الكبير ما يبقاش في النص. ده الشيلد زي ما قلنا عليه، سميك، القماش ده بيعيش جدا، احنا انا بقول لك اكتر من سنه دلوقتي. حلو، مكتوب على ايه، نايك شيلد ووتر ريبيلنسي وذ تراكشن بلس نايك تايم ريفلكتيفيتي، هي بتعكس وضد الميه. السول او هنا الفوم بتاع الجزمه دي زوم تكنولوجي، نايك زوم. النايك زوم تكنولوجي جميله جدا، بتمتص معاك الصدمات وانت بتجري. والزوم تكنولوجي بص السول موجود عليها كلها من اولها لاخرها. هنا برضو في فرق بينها وبين الزوم جرافيتي، ان هنا عند الكعب السول مش تخين، مش زي الزوم جرافيتي كان السول تخين عند الكعب ورفيع من قدام، لا هنا السول تقريبا واحد بيزيد في نص الرجل عشان يشيل رجلك. طب تعالى نبص من تحت، من تحت كلها تراكشن. الزوم جرافيتي كان فيها تراكشن فوق وتراكشن تحت، لكن دي كلها تراكشن. خلاص هنا مكتوب ستورم تريد ووتر ويتي تراكشن رابر. الديزاين بتاع الرابر ده يمسك معاك حتى لو الدنيا بتشتي، لان هي معموله يعني لو ممكن تجري بيها تريل، ممكن تطلع بيها جبال، ممكن تجري في الشتاء عادي خالص، ان يعني كلها تراكشن وهو معمول رابر بيمسك حتى في الميه. هتشوف هنا ان هي ايه التاكلت، ان عندي حته هنا علشان انا بقول لك 1200 كيلو، يعني تخيل ان ده شكل السول بعد 1200 كيلو، فهي لا دي تعيش، يعني ممكن تاخد كمان سنه معايا لو انا عايز، لان هو متاكله من هنا حبه، من هنا مفيش، من هنا مفيش، من قدام من هنا اهو متاكله حبه ثانيه، لكن حاجه زي دي ممكن تقعد لها كمان سنه مستريح، مفيش اي مشكله. من الجنب طبعا هي شكلها ممل شويه، عادي اسود، اللون اسود في ابيض او جراي. من الجنب في علامه نايك صغيره، من الناحيه الثانيه هنا في علامه نايك صغيره برضو. بص هتلاقي التجاعيد اللي في السول دي من كتر الجري، ان بيتضغط عليه. دايما لما بيبقى عندك جزمه حاول يبقى عندك
جزمتين بحيث ان انت تجري بواحده وتسيبها تريح وتجري بالتانيه في الفتره دي، يعني مثلا بدي اسبوع وبدي اسبوع، لان السول ده انت لما بتجري بيتضغط، هو بياخد وقت عشان يرجع تاني، فعشان يرجع تاني ممكن تسيب الجزمه بتاعتك، يبقى عندك اتنين تبدل بينهم عشان تديهم وقت ان هم يرجعوا لورا. عند الكعب هنا دي التكنولوجيا اللي ابتدت في 2018 2019، ان هو الكعب بيبقى ليه زياده من ورا علشان تمسك الكعب، لان ده بيريحك، بيريح اكتر لما بتيجي تنزل كده، ده بيديك ستابيليتي وبيريحك انت بتجري، يعني احنا بنجري زي كده اهو. فهنا الكعب ده، والحته اللي فوق دي برضو دي ابتدت 2018 2019 2020 هتلاقي الموديلات الكعب ده زاد بقى اكبر كمان، اكبر من كده كمان، والحته دي طولت لفوق اكتر. اول ان اول يعني خلينا نقول بالمجمل كده، جزمه عظيمه عاشت معايا، قضينا ايام حلوه سوا. ولو محتاج جزمه وانا بادجت، لان دي دلوقتي 2000 موديل 2018 فهتلاقيها دلوقتي ارخص، ممكن تجيب دي. قصه ان هي ما بتتربطش دي موضوع اختراع جدا، والريفلكتيف والزوم والتراكشن خفيفه حوالي 300 350 جرام. اول ان اول جزمه عظيمه جدا.